التقرير هو شعار يرفع المواطن الفلسطيني اللي تعبير عن فرحته والتعبير عن مشاركته المجتمعية ما بين الأهل، وهي وسيلة التواصل الوحيدة اللي بينتظرها أبناء شعبنا من سنة لسنة، يتواصلوا مع بعض ويزوروا بعض، بالذات عيد اللحمة وعيد الأكل أكيد. وهذا الوضع إحنا وهذا بدنا الموضوع نحكي فيه اليوم، وعيد الحلويات عيد يعني الحلويات. إحنا إجمالا العيد عندنا مرتبط دائما بالأكل، صحيح مش بس عندنا في المجتمع الفلسطيني، يمكن في المجتمعات العربية. يمكن يعني الدكتور وكمان هلا بتوافقني بهذا الشيء، في أكلات كتير ووصفات كتير ممكن تنعمل في المناسبات الوطنية وفي الأعياد، يعني خاصة إنه ستات البيوت وربات المنازل بينتهزوا إنه في فرصة أعياد وبقوموا بصناعة بعض المأكولات والحلويات. هل هذا الموضوع اللي بدنا نحكي فيه إن شاء الله، والدكتور حيعقب عليه من الناحية الصحية. بداية، أشهر المأكولات اللي بتحب تصنعها الستات الفلسطينيات، وكمان ممكن في المجتمعات العربية لقي في عامل مشترك في هاي الأكلات في الأعياد؟ أكثر أكلات ممكن تعملها الست في العيد، خصوصا عيد الأضحى، عيد اللحمة مشهورة عندنا، الفتة، الكبسة، المنسف، البرياني، القدرة الفلسطينية، هاي أكتر شيء ممكن يدوا يعملوه. طبعا بزخم اللحمة الموجود، واللحمة الطازة احنا بنحكي عنها، فبحبوا هاي الأكلات انه يعملوها. هاي الأكلات دائما بتكون موجودة، خاصة في عيد الأضحى، يعني مرتبط الأربع بوجود أيام اللحمة. لازم يكونوا صحيح. موجودين. طب لو نعرج على كل أكلة، كيف بتم تقديمها وطرق تحضيرها، حتى بعد هيك نقيمها من الناحية الصحية؟ نبدأ بالفتة، الفتة الغزاوية بتحكي ولا المصرية؟ لأنه التنتين مشهورين عندنا، صاروا يكاد في منافسة قوية بين لا خلينا في الغزاوية، لأن الأغلب أهل غزة بيعملوها. طبعا أول شيء خلينا نحكي عن اللحمة. بنجيب اللحمة، بنغسلها، بنجيب الطنجرة اللي عنا، بنحط فيها معلقتين لثلاثة سمنة، بنحرك فيهم اللحمة. بعد هيك بنبلش في البهارات، بهارات المعتادة المعروفة عنا، ملح، فلفل أسمر، زنجبيل، كمون، بنحركهم معهم. بعدين بنضيف اللي هو ورق اللوري، مسمار قرنفل، عودة قرفة، وبنغطيها، بنتركها لحتى تستوي عنا 45 ل 50 دقيقة. انت عارفة هلا اللحمة طازة وممكن يكون عجل صغير، فبتستوي بسرعة، ما بتاخذ وقت. صحيح. أكيد. لا طول. بتطلع الزفرة عنا بنشيلها، تستوي اللحمة بنشيلها من المرقة وبنحطها على جنب، والمرقة بنصفيها من البهارات حتى ما تسود عنا ويصير طعمها على مرار. بعدين مباشرة بعد ما تنتهي بعد خلص تستوي عنا اللحمة بنقيم بنفصل اللحمة بعدين المرقة عن البهارات. تمام. بعد هيك بتجيبي الرز، هنبلش نعمل بالرز، بنضيف 3 ل 4 معالق سمنة يا دكتور. سمنة يعني؟ طب انت قاعدة بكتب الشغلات اللي ممكن انه احنا نحكي من ناحية صحية. صحيح. الناس بيحبوا السمنة، بتديني طعمة طيبة للأكل. السمنة البلدي خاصة، يمكن انه انت بتحكي ممكن تستخدمي زيت نباتي، يعني الشيء الموجود تخفف السعرات الحرارية بوجود الزيت النباتي عادي. سمنة أو زيت نباتي، نداء الخيار مفتوح طبعا للمشاهدين. بنجيب كمية الرز، طبعا كل صحن رز له صحنين من المية أو المرقة، إذا مرقة أوكي، مية المية بندوب معها مكعب من الماجي. بنجيب الرز، أول شيء طبعا إحنا الفتة عنا الرز تبعها بكون محمر، نصه أبيض نصه محمر، نص كمية الرز بنحطها مع السمنة، بنقلبه بنحمره، بعدين بنضيف كمية الرز الثانية، وبنضيف المرقة، وبنراعي اذا كانت عند المراه مالحه بندوق الطعم، يعني تكون عندي حسب كميه الملح ممكن نزيد او منزيد حسب المراه، حتى يغلي غلى، بنسكر عليه بالغطايه، بنوطي حتى يستوي. من 3 ل 25 دقيقه بيتم الانتهاء تقريبا من 15 دقيقه بياخذ الرز. يعني طبعا يفضل تستخدمي الرز الحبه الطويله، هو افضل واطيب، وبديك طبعا هذا افضل الانواع. يعني افضل انت بتنصحي الان الستات؟ انا ما بقدر احكي لك نوع معين، بس احكي لك رز حبه طويله. الرز حبه طويله افضل، افضل، لانه القصيره يستخدم في المحاشي، هي استخدامه. اما الحبه الطويله هو عمل انواع الرز اللي بيكون على لحمه او على دجاج. بعد هيك بتجيبي عنا اللي هو خبز الصاج او الشراك، بتبلي بالمرقه وبتحطيه طبقه طبقتين حسب ما انت بدك فوق الرز، وبتجيبي قطع اللحمه او كراديش اللحمه بتصفيه عليه، بتحطي القلوبات من لوز من فستق مقليين، زبيب، بعد هيك البقدونس وقطع الليمون. تمام. اذا هيك احنا بنكون قدمنا اكله شهيه لمشاهدينا الكرام، الفته الغزاويه يعني يمكن
جوعت فيها المشاهدين يا هلا. لكن دكتور في كتير نقاط احنا بدنا نحكي عنها خلال حديثها لهالا، وانه قاعدة عم تشرح كيف بيتم عمل الفتة. اتطرقت انه بيتم تقليب الرز بالسمنة، 3 معالق سمنة او ممكن حكت زيت نباتي كمان على اللحم، حكت انه بنضيف شوي من السمنة. بس شو علاقة انه تنحط شوية سمنة يا هلا على بدك تقلبيها؟ لازم تقلبي اللحمة بدهن. ممكن ضيفي لحمة، ممكن ضيفي سمنة، ممكن ضيفي زيت نبات. يعني فوق ما هي اللحمة فيها دهون كمان احنا ممكن نقلبها بسمن ويزيد الخير عن الاخرين. اه طعمها طيبة يعني. هو طعم طيب بس بدنا نراعي انه ما يأثر سلبا على صحة الانسان. دكتور هلا في عنا سمنة مضافة، في عنا مكعب ماجي، في عنا ابهارات، حنحكي عن البهارات وتأثيرها على صحة الانسان، وحنحكي عن المقليات اللي بتنحط على وجه الفتة، اللوز والمكسرات المقلية كمان حنحكي عنهم من الناحية الصحية وانعكاساتهم علينا. شو بصير؟ أكيد أول حاجة اعتراضي أنا في وصفة الأخت هالة بس مكعب الملقي فقط. السمنة ولا كل هذه تمام؟ مسموح ككم، مسموح ككم وكنوع وكجودة. يعني ما شاء الله هي عملتها غنية جدا بمحتوياتها الغذائية المطلوبة للإنسان في وجبته الأساسية الرئيسية، وهي غالبا الغداء أو الغداء المتأخر خلينا يعني نسميها. لكن في محتواها الغذائي ما في أي مشكلة في التكوين، اللهم بس زيادة السعرات إذا أخذ منها الإنسان أكثر من حاجته الغذائية. الله سبحانه وتعالى حتى في القرآن قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأكل واضح، ما تأكل إلا وإنت جعان، وهذه طبعا أكلة بيستناها الكل، الأسرة كاملة بتقعد وعزومة أحيانا. يعني في المكونات بالنسبة للسمنة، السمنة الدهنية أو السمنة النباتي العادية طبعا هي أخف دسم من السمنة الحيوانية كتير، تقريبا الثلثين. فإحنا بنحكي في المعلقة إجابة المعلقة واحدة يعني تقريبا في حدود 130-150 سعر حراري. فإحنا بنتكلم كده في 400 سعر حراري على الطبخة كلها مش في الوجبة. فالإنسان ما يحسب إنه السعرات المطلوبة له مثلا 1200-1400-1700 سعر حراري في 24 ساعة، إنه هو أخذ 400 سعر حراري من السمنة أو الدهن اللي محطوط على هذا الوجبة كاملة. فقديش أنا حطيت فيها نشويات، رز كتير، الصاج، رقاق، اللحمة بحد ذاتها لما تكون مسلوقة بتفقد جزء كبير جدا من دهونها ومن مخزون الكوليسترول فيها، فهذا شيء جيد أحسن من إنه ناكلها فيها الدهون مشوية أو شيء، لأنه حرارة الفحم أو حرارة النار هي جزء درجة تانية يعني من إذابة الدهون الأحسن في السلق. فإحنا لما نسلقها بنزل منها دهون كتير. يعني بتحكي إنه السلق بنزل الدهون الموجودة من اللحمة. كنا نسمع إنه حتى نحصل على لحمة صحية بعيد إنه فيها دهون كتير وهيك يفضل إنه سلقها قبل بيوم، وبنلاحظ انه قبل بيوم ليوم الاستخدام في طبقه بيضة. انا بدي اتاكد من صحه هاي المعلومه. طبقه البيضة هاي بتكون عباره عن كميه الدهون الموجوده باللحمه بتم ازالتها واستخدام اللحمه، هيك بيكون اخذ ضرر. معلومه صحيحه بس عشان اللحمه طازه وفريش فلازم ناخذ بالنا انه لسه السموم اللي موجوده في دم الذبيحه موجوده في اللحمه. هم بنصح انه بعد 6 ساعات فالافضل صحيح. فهو ما فيش وقت، فيش وقت 6 ساعات. فمعظم الناس بروحوا بيذبحوا الساعه 10 أو 11 الا ممكن يتلاقي في ناس عندها تقريبات معينه بالبيت بيبقى وبتبدا توزيع اللحمه الساعه 12 واحده، فيدوب 6 البيض زي ما حضرتك تفضلت ال 45 دقيقة لساعة تقريبا تحضر الوجبة هاي، لأنه الإشراك بيكون أكيد جاهز موجود. والإشي متوفر يعني غالبا 2 ساعة زمن تكون الوجبة جاهزة. فالسموم اللي لسه في اللحمة بتكون في اللحمة موجودة، وهذه جزء من الخطر على الناس، لأنه هو مفروض تكون مجمدة قبل بيوم زي ما تفضلتي مسلوقة محطوطة. إذا بدنا إحنا لازم نشيلها من المرقة اللي تتكلم أكيد عنها موجودة الطبقة الدهنية هذه فوق المرقة. هذه كشط نعم كلية حتى أنه نحصل على المرقة خالية بالحد الأقصى يعني أفضل. وبالنسبة للطعم يعني كويس أنه على صحة الإنسان أنه بنشيل هاي الطبقة. لكن الطعم بيضل محافظ على نفسه أكيد يعني المرقة بتكون لسه بطعم الدهنة والزفر تبعتها لسه موجودة موجودة تقلقوش لسه يعني مهم. كويس أنه احنا بنطلع هلا باول نصيحه معانا انه يفضل سلق اللحمه قبل بيوم من استخدامها حتى نشيل الطبقه البيضه اللي بتكون عباره عن دهون متراكمه داخليه في قلب اللحمه، فهيك نحصل على لحمه خاليه من الدهون
اكثر صحه خفيفه من الدهون خفيفه يعني خفيفه من سعرات جميل جدا. دكتور اعترضت على وجود مكعب المعش كثير نسمع انه في ستات بيوت في اي اكله بدهم يعملوها بودره الماجي او مكعبات الماجي لا تخلو طبخه لا تخلو طبخه حتى صحيح. الاندومي بيقولوا انه في اعوذ بالله يعني اشد الماردين لهالموضوع اكيد طبعا. فليه معترض بشده على وجود وادخال الماجي للطعام؟ مكوناته من المواد السامه مكونات الماده الغذائيه هاي بين قوسين الماده الغذائيه او الماده المكعب من المواد السامه والمواد الحافظه والملونات اللي حكينا عليها مره في حلقه من الحلقات فهذه اذا تراكمها على مدى الاستخدام ومدى العمر تخيل لو زي ما تفضلتوا في البرنامج كل طبخه فيها مكعب ماجي كل طبخه تقريبا يوميا فاهل البيت اهل البيت او المواطنين بشكل عام التراكم السنوي هذا والتراكم الغذائي مخزون مخزون بامل مخزون ضار جدا في احد الابحاث تقود الى السرطانات اللهم عاشينا يا رب. بس انه فهذا سوء فهم عند الناس انه انا ما بنفعش الطبخه بتزبطش الطبخه مثلا إلا بالمكعب الماجي او مثلا البهارات اللي مش طبيعيه في بهارات مصنع في شغلات اللي حضرتك تفضلت فيها موجوده في كل بيت هذا طبيعي وجيد جدا بس بالتنويه لهي المعلومه بقدر الامكان ست البيت تحافظ على مكون الماده الغذائيه الصح في الطبخه وهي بتعملها يعني مثلا معروف انه فيتامين سي بيتكسر بالحراره فإذا في مثلا حاجة فيها مكونات فيتامين سي زي موضوع مثلا الشاي والليمون على فرض أنا أجيبها كمثال بسيط جدا أنه الإنسان عليها يقيس أنه بنحط الشاي الليمون على الشاي عشان يقينا من بعض الأمراض في الشتاء والشتاء جاي فالمثال أنه يبرد هذا الشيء قبل ما نحط العصير اللي فيه فيتامين سي أو أحد مكونات فيتامين سي في المادة الغذائية وما أكثرها. فست البيت لازم تحافظ أيضا على الشكل الجمالي ومش فقط هذا الكلام القيمة الغذائية للوجبة حتى يأخذ الفرد من أفراد الأسرة نصيبه وحقه في مكونات الغذاء والشغلة مش سمنة أو الشغلة إنها نظام غذائي خاطئ لا بالعكس جيدة جدا إذا أخذت كميتك اللي أنت بتاخدها معروف إنك أنت هاي هي اللي بتشبعك ما تاخذ زياده فالاسراف مش مطلوب هنا يعني وجبه جعان غدا خذ اقعد وكل عادي جدا كميتك المحدوده بمستوى ما يزيدش عن اللي انت بتاكله يفضل بهاي النقطه يا دكتور يفضل انه نقوم بسكب كمية محددة لكل الأشخاص الموجودين على الطاولة بمعنى صحيح. إنه إذا شخص انتهى من صحنه خلاص يقوم مباشرة طبعاً تتاكلش الفتة فتة تتاكلش بالصحن يعني والله هو فيه يعني بيغرفوا بالصحن بوزعوا الصحن ست البيت بتوزعوا الصحن بس هي المنسف يعني عدل سواني كل واحد بده صينية معينة. حكينا على وجود السمن الحيواني والنباتي وقلنا إنه السمن النباتي أفضل لصحة الإنسان وأخف احنا هون في غزة الأغلب سمن نباتي يعني سمن جدا سمن حيواني فهو اخف طب ايهما يعني اقل ضررا على جسد الانسان يا دكتور استخدام الزيت النباتي ولا السمن النباتي والله كلاهما ضار كلاهما يعني ما في اي صراحه كلاهما ضار من ناحيه الامانه العلميه كلاهما ضار زي ما حكينا اذا زاد عن حده الشيء يعني الاسراف فيه او انه ما باكلش الاكله هاي الا تكون يعني غنيه جدا بالدسم والسمن طالع منها لا هذا مفهوم خاطئ جدا خذ كميتك وكفايتك الزيت لابد منه في القلية والتقليبة لكن هذه كمية معقولة يعني بدل ما تديري انت من قلن الزيت او ازازة الزيت بمعلقة يفضل بالزبط. انه احنا في عيار في اغلب الوصفات بنحكي لهم معلقتين ثلاثة حتى يكون افضل ما هي الشغلة صارت اختها لتقدير احيانا المعلقتين او بالعين ثلاثة بالعين او بالنظر بالزبط بقولك انا خبيرة في المطبخ انا ست البيت وانا بدير ايدي ميزان تمام بس انت خدي هذا الكلام بمحمل الجد لانه بيسال الانسان نفسه بعد فتره ليش انا عندي كوليسترول زياده ممكن تاذي صحتك ليش انا عندي دهون ليش انا مريض بالمرض الفلاني هذا نتيجه معلش وبهمش وبكره وبعدين ويلا المره الجايه يعني انا بلاحظ كمان انه في بعض الستات بعد الانتهاء من المقلوبه او من الفته او من القدره بيقوموا يا دكتور بعد الانتهاء وسكبها في المقدار تبعها الخاص فيها في تقديمها بتقوم بتسيح ثلاث معالق او معلقتين سمنه
هاي على الإدرة هاي على الإدرة فأنا ما بعرف هاي اللمسة لشو يا هلا إنه إحنا بنسيح هيك صرنا نسكبها على الوجه بديكي غنى بالطعم يعني بديكي الطعم أفضل وألذ وأشهى إنه يمكن أكتر هيك النكهة النكهة بتكون عندك قوية ولذيذة جدا بس هيك بيطلع عنا انه الاكله بتكون مشبعه بالسمن والدهون جدا بدل ما هو الصحن اللي انت تفضلت فيه العيار الوسط اللي احنا معروف مثلا على سبيل الفرض 600 سعر حراري مع شافه اللحمه هيك حيطلع 700 900 اكيد فهيك يعني انت اخذت بالضبط اخذت انت كميه جدا عاليه من الدهون بعدين هذا من السلوك الاجتماعي والغذاء الخاطئ اللي متعود عليه فعلا. المجتمع للأسف فعلا مجتمعنا الفلسطيني مجتمع كريم مجتمع سخي تعودنا على إيش معين أنا مثلا تعودت إن والدتي بتطبخ الرز بعدين تحط قطعة زبدة فوق الرز وبتسخن المفتوح أنا خلص ما بدوق الرز نعم. لذيذ إلا قطعة زبدة أو قطعة سمنة فوقي بدوق مش تمام هو أنت بدك ليش هذا يصير إذا خفف من المعلقتين أو الثلاثة اللي أنت حطيتهم عشان التقليبة اللي أنت حكيت عليها عشان لما تيجي الجالب يكون في توازن يعني نوع من التوازن أو نوع من المعادلة صح هتكون يعني شوية هيك بس هذا الكلام على طنجرة الرز كاملة أو العيار الكامل للرز نص كيلو أو كيلو بطبخ الناس للعزومة كاملة يعني فهذا أنت بتاخد محتواك بتكون أخذت حصلت بالحد يعني خلينا نقول المعقول من سعراتك الحرارية مع شقفة اللحمة وكل صحة وعافية في مفهوم خاطئ عند الناس انه لحمه الضاني دسامها اعلى من لحمه العجل هذا كلام مشاع صحيح يعني هذا كلام خاطئ هذا كلام خاطئ نعم الجمهور الكريم هذا كلام خاطئ لحمه الضاني اقل سعرات واقل دهون من لحمه اللحمه يعني الحمراء نعم هذا مفهوم خاطئ في ناس مفهومها خاطئ عن الكوليسترول والدهون احنا بنفكر انه الدهون تاعت اللحمه ضاره اللحمة الدهنة الطبيعية اللي موجودة فيها غير ضارة حد المعقول بالكمية معقولة صح يعني مش أخذ أنا لية الخروف كاملة وأقول بدي أسيح فيها زي ما كانوا يعملوا زمان صح زمان وأقلي فيها المعلاج الصبح أو كذا يعني صحي وبيقلبوا فيها أكل كمان تمام صحي لا مش صحي خالص لكن أنت خد بالك أنه هاي الدهون جيدة جدا من الناحية الغذائية بكميتها المعقولة اللي هي طبيعيا موجودة في داخل أنسجة اللحمة لما أنت تأخذها أكيد يعني إحنا بنحكي عن كميات كمية وليس نوعية هل ممكن الإنسان يسيطر على نفسه بالكميات يعني أنت مش بتقول إنه ممكن صحيح. يكون قنوع عنده رضا هل بالزبط. هذا الشيء ممكن يكون في منطق نظام اللقيمات يعني إنك توزعي هي الوجبة الغذائية معروفة يعني هي من 4 إلى 5 وجبات غذائية متزنة ومتوسطة في ناس بحشروا كل مثلا الوجبات في وجبة العشاء أو وجبة الغداء بحكيك أنا أكلت صحيح هذا الوجبة بتكون هي وجبة الوجبة يعني الشاملة الوجبة الشاملة ناس بتفطرش بتتغدى متأخر أو لا بفطر ولا بتغدى بناتوش قبل النوم ممكن بتعشى قبل النوم وجبة دسمة فهذا اللي بيزيد ومعلومة تانية على الهامش 3500 سعر الزيادة عن حاجة الجسم في الأسبوع بيزيدك في الوزن 400 جرام صحيح. وراكم عليها فقيس أنت أنا أخذت الشوكولاتة هاي أخذت الفنجان هذا أخذت اللحمة هاي أخذت النتوشة هاي أخذت قطعة الحلويات لسه حضرتك جاي فيها أخذت كذا فتراكم السعرات على 24 ساعة عد أنت سعراتك المطلوب إلك لجسمك اليومي 3500 سعر زيادة عن حدك الأسبوعي فهذا الكلام بيزيد وزنك 400 جرام وعليها قيس يعني شوف قديش نسبة الزيادات حتكون خلال مثلا أسبوع أو أسبوعين دكتور أنا الغريب في الموضوع أنه أنا ببحث في هاي الحلقة لاحظت في مثلا عندنا دارج اتغدى وتمدى وتعشى وتمشى يعني بعد الغداء لو الواحد قرر أنه يعني مدد فشو هذا بيأثر طبعا بيأتي إلى مصحة أكيد هذا بيعمل تخمة عصر في الهضم سوء في الهضم والامتصاص هذا مثل متوارث عبر الأجيال وعبر الجدود لكن في اعتقاد أنه هذا خاطئ جدا طبعا لأنه زرع فينا انتقاليا من جيل لجيل لكن من غير دراية صحية في هذا الحكي أنه أنا لما أكل هو الخمول اللي بيصير أنه الجسم لما يكون جعان الدم بيشرد من كل أجزاء الجسم وبيتركز في المعدة الجهاز الهضمي فعشان هيك الأكسجين بيضعف عند الدماغ والتروية الدموية للدماغ بتضعف فبشعر الإنسان بالنعس وبينام
فأنت لو أكلت باعتدال مش هتنعس أول شيء، والتمديد أو النوم أو الراحة اللي ديننا وصى فيها اللي قيلولة هي مش نوم ساعتين أو نوم ساعة، هي مفهوم ساعة صحيح، هي تلت ساعة ربع ساعة بالكتير بعد الظهر يعني بالضبط، تصحى جسمك يبقى قبل الولادة معناته طبعا كان رسول الله يبقى المثل بس المشكلة انه احنا يا دكتور في عنا بعض الاعادات والامثال اللي بنعطيها درجة من النزاهة انه هي خلص لازم انه نعمل فيها شو صار بال بالماضي بالعصر القديم، لا لازم انه نتوقف هذا الشيء مهم انه نترك. وفي اشي كمان خاطئ احنا يعني يوميا بنعمله بعد الغداء، نتناول مشروبات الغازية او القهوة او الشاي، ده بيعمل توصير هاضم هذا حل كيف تحلالي على طول، لا هو قبل الغداء بربع ساعة انا بعرف المفروض عدادنا عدادنا ساعتين كمان ساعتين الفواكه قبل الاكل ساعتين يعني دكتور يعني كنا بدنا نطرح موضوع انه المشروبات الغازية، بس انا كنت بدي ناخد وصفة الكبسة وبعد هيك بنرجع وبنحكي عن المشروبات الغذائية خاص الغازية عفوا اللي ممكن الناس تحس بعد تناول وجبة دسمة انه لا بدنا مشروب غازي ممكن يساعد على الهضم، فهاي عبارة مغلوطة لازم انه نوضحها ونشوف انعكاساتها على صحة، لكن بدنا طريقة الكبسة يا هلا طريقة الكبسة خلينا نحكي الكبسة لانه رز حكينا اشي رز، خلينا نحكي عن اشي تاني غير الرز مثلا صينية للقاء نشوف لانه اخذنا رز وكربوهيدرات هي بس بدنا نحكي عن البهارات والتوابل لانه كثير في ناس ما بتتقن هاي الاكله بهارات الكبسه معروفه عن اللي هو اللومي الورق اللوري مسمار قرنفل عندك ممكن عود ارفع هاي بهارات الكبسه معروفه وبنحطها يعني بطريقه لا. ممكن انا احكي لك الكبسه السعوديه كيف بتنعمل الكبسه السعوديه اول شيء بنجيب اللحمه او الدجاج وبنقلبهم هنخلي زيت نباتي قلنا على أباسيك هنبعد عنها خالص هو الأفضل كمان هنقلبها بعد هيك هنضيف اللي هو بهارات الكبسة اللي أنا حكيت عنها لومي أو الليمون الناشف ارفع مسمار قرنفل في بهارات جاهزة بتكون للكبسة المطحونة هاي شو رأيك فيها؟ هاي المطحونة هنستخدمها ممكن تحطي منها معلقة هاي لذيذة وطيبة ونكتها تنحط على المرقة ولا على الرز ممكن تحطي من الماء على المرقة معلقة وحنحط بعد هيك منها على الرز بتتركيها بعد هيك بتتركيها تغلي مع اللحمة لحد ما تستوي تماما سوت عندك بتشيل اللحمة أو الدجاج وبتصفي المرقة من البهارات وبتجيبي مثلا صحن رز أنا حامل صحنين من المرقة بتحطيهم بالطنجرة بتجيبي كوب من الزيت النباتي كوب كوب صغير يا دكتور ركز على هذا المعلوم 150 ملي أنا بحكي لك عن الكاسة السعودية المضبوطة مزبوطة يعني اللي بتتعب بالنسب والمعايير تمام يعني كل الاحترام يعني لكل المتابعين لكل الوطن العربي وخاصة دولة السعودية شقيقة نكمل حنحط كوب من الزيت النباتي بس الكوب الصغير الشاي يعني صغير أو 3/4 ممكن نقول حنحط عليها معلقتين أو 3 من هار الكبسة المطحون حنحط معلقة صلصة حنحط عنا رشة الملح طبعا احنا بنحط مكعب ماجيك كمان ما يعني خلص احنا متعودين الطعمه بس بما انه الدكتور حكى عن هاي الاشياء ونسامه فنستغنى عنه بنحط عليهم الرز وبنقلبهم مع بعض لما يبلش يغلي عندي بوطي بوطي عليه وبغطيه في هاي اللحظات بجيب بصلتين بقطعهم بقلبهم مع معلقه من الزيت النباتي بحط عليه معلقه من الكركم او العصفور معلقه ابهار كبسه وبكون وبحط زبيب حفنة زبيب من جوات جوات هاي الخلطة اللي احنا هاي مثلا نقول عنها التوبينج او الدريسنج اللي حنحطه عليها وبنقلبه ولحد ما تستوي يعني تصير طعمتها لذيذة بأطفي بعد هيك بأجيب كنا عند الرز استوى بأحطه على وجه الرز وبأتركه مغطى لمدة 10 دقائق بعد هيك هاي اللي هو حطينا الخلطة البصل والزبيب بأشيله بأحطه على جنب وبقلب الكبسة بصير عندي الكبسة من تحت طعم اللي هو الطعم اللي أنا حطيته حرجة أحطه كمان من فوق يعني حيصير نفس الطعم من فوق ومن تحت نفس الشيء حيكون ما في اختلاف
لاحظ انه انا ما حطيت صلصه. احنا هيك احنا عندنا هون في غزه بنحط صلصه، لكن هي في بندره بيستخدم بندره لكن كبسه السعوديه لا، ما يعني حسب ما بعرفها والناس قالوا يعني الوصفه من هناك ما بنحط فيها صلصه، بيكون لونها ابيض على شوي هيك صفار، لانه احنا حطينا كركم في البدايه مع في اللي هو مع البصله، بنحط اللي هو البصل والكركم والزبيب على الوش، وبنحط الدجاج، وبنحط طبعا قلوباتنا اللي هو اللوز اللي بنقليه، الفستق، الزبيب، والبقدونس، والليمون، والف صحة. وهنا على قلبك يا رب وعلى قلب كل اللي بيعملوها هاي. يمكن بس يمكن تقيله شوي يعني عظيم الف وشوي كبس، اسمها هي كبسه، هي كبسه هي بتكبس يعني كبسه ولحمه ورز يعني مش مجال. دكتور شو تعليقك على هاي الوصفه السريعه اللي كانت معنا؟ يعني حكينا عنها في مقاله في استخدم فيها تقليات معينه، كاسه زيت قالت او ثلاث ارباع، خلينا نقول نكون واقعيين اكثر، يمكن هاي اكثر شيء بدنا نعقب عليه في اللي حكيت طالع. فشو تعليقك؟ لا شك ريحتها طالعه وزاكي يعني. الكبسة أكلها شعبية كتير كمان يعني مشهورة جدا في السعودية، بنعملها هان في الغزة كتير، في ناس بيحبوها كتير، منقولة من الشعب الشقيق السعودي أكيد. طبعا طبعا في كبسة بالجمبري وكبسة بالسمك، شو ما بدك كبسة انسي يعني، حاجة هذه عالم تاني يعني. بس تعليقا على ما حكيت الدكتور بالنسبة لكمية الدهون وكمية الزيوت فيها كتير يعني هيك بتكون دسم، فهي الإنسان يراعي يعني. سؤال معلش أنا مش كتير في المواضيع اللي مع أني يعني بيقولوا عني طباخ ماهر، بس الشغلة وين أنه كيف لو قللنا يعني كمية الزيت اللي إحنا حطيناها هل بيأثر على الطبخة؟ طبعا يكونوا جهة اختصاص يعني بدل ما ناخذ كاسة خلينا نقول ثلاث معالق او اربع معالق. لا مش هينفع هيك. هي خلص بتديك الطعمة والدسامة، الرز يعني بدنا اياه يكون تمام. بس هو انا اللي بعرفه في الاكل يعني في كذا دولة وكذا مكان، الواحد البهار البهار والمنكهات اللي تبعت البهار وطعمها هي اللي غالبة، مش مش طعم الدهون او طعم الزيوت. شوف يا دكتور، احنا مثلا عندنا زيت نباتي وعندنا سمنه وعندنا زبده، بقول لك بدك يكون اشي خفيف استخدم زيت نباتي، بدك يكون اشي دسم استخدم سمنه، بدك اشي يكون بارز طعمه استخدم الزبده. يعني هاي قاعده احنا معروفه عندنا كما يقول الكتاب، يعني طعم لذيذ وشهي استخدم زبده. فيش مانع هو غذائيا وصحيا، احنا متكلمش في مانع او ممنوع، لا هو الكميه تقليلي يمكن الكميه. انا ما سالتها يعني من ثلاث ارباع ممكن احولها نص بالضبط يعني هل بتأثر بالضبط؟ هي هذا السؤال، هي جاوبت تقريبا على السؤال. انا قلت كوباية شاي صغيرة يعني مش تقريبا هي تقريبا يعني في حدود ال 100 ملي يعني اصغر شيء اللي فاكرها اللي كان شو فيها ليش القدرة بحطوا فيها كوباية كاملة يعني. صحيح. هي نفس الشيء. فالشغلة وين انه سعراتك هنا عالية يعني مبدأ غنية في الدهون، بس انك تاخذ الكمية المناسبة من الصحن الصغير مع تخفيف بقدر الامكان كمية الدهون اللي موجودة فيها. فصحية وجميلة جدا إذا رأينا العيارات، وإذا رأينا أنه ما نحطش الماجي ونخفف من كمية الزيت فقط، ولا هي ما فيهاش إشي يعني. اللحمة مسلوقة، الرز جيد، البهار مطلوب، الغذائيات موجودة فيها كما ونوعا، فهي بس موضوع انه نقلل شوي من الزيت بتصير الاكله صحه وصحيه وناكلها بكير شوي، مش انه ناخذها هي وجبه غدا. وجبه غدا جميله، الناس ممكن تتناولها كعشاء اصلا. السعوديه بياكلوها على السحور، بياكلوا متاخر الساعه 11 في رمضان، بياكلوها على السحور، وطبعا هاي تعتبر من العشاء يعني. هاي مرتبطه، هاي يمكن مرتبطه بالعادات يعني. ايوه هم عاداتهم هيك، عاداتهم وتقاليدهم. دكتور هلا في بعض الناس انه بعد تناول الكبسه، القدره، الفته، المواد اللي بتكون او الطبخات اللي بتكون غنيه كثير باللحمه وبالدهون، بتناولوا على مباشره بعد ما ينتهوا من، ممكن حد يتناول زجاجه من البيبسي، زجاجه بيبسي او كولا. فهذا الشيء صح انه هي بتساعد في الهضم وزياده الهضم وبتريح المعده يعني، هل فعلا هذا الكلام هو صحيح؟ هو المواطن لما بيشرب البيبسي او السيفن اب او بعد تلبيكه زي كده عفوا يتجشع ويتطرع بيخرج الغاز، بحس براحه. وهذا مفهوم خاطئ. انت هيك زدت الحموضه تاعت المعده بشكل اعلى،
عسر هضم وعندك جهاز هضمي بيؤدي لعسر الهضم وبيؤدي لتخمر المواد الغذائية جوا المعدة من غير هضم وبالتالي تلبك المعوي. وهذا على طول يعني مع كثر الاستمرار بنعرف انه الكولا والسيفن اب من غير تسميات المواد الغذائيه كلياتها بش يقول لك هذا ضد الكولا ضدهم على طول يعني من غير مجاملات ضدهم على طول من دون مجاملات. بس الشغله وين انه يفقد كميه كبيره جدا من الكالسيوم, يفقد كميه كبيره جدا من الحديد ومن الفيتامينات الغذاء في داخل المعده اثناء الهضم والامتصاص في الامعاء, وبالتالي شرب المواد الغذائيه والمياه الغازيه بعد الاكل مباشره ضار جدا بالصحه, وقبل المواد الغذائيه اصلا برضو ضار بالصحة. احنا مش من مشجعين إلها نهائي اكيد طبعا, خاصة الاطفال اللي عشاءها يمكن مدمنين على شرب في ناس بيشربوها بدل المية في كارثة جدا يعني ما شرب لترين الكولا كل يوم ما بكونش يومه كامل. فهذا سلوك هذا سلوك في الاخر يعني خلينا نلخصها سلوك مجتمعي سيء او سيء سلوك غذائي سيء فيجب تجنب هذا الشيء لخطورته على حتى يا دكتور ما يشرب القهوة كمان مش انه بس والله هو فنجان القهوة تمام بعد الأكل يمكن السادة, نعم. السادة القهوة السادة وفي العربية البيضة بدون حلويات بدون حلويات صحيح يعني أوافقك هدر يعني أنا كان بودي أنه نحكي عن بعض الوصفات السريعة للحلويات لكن دهمنا للأسف الوقت هيك مر بسرعة أنا ما شعرت بأنه خلصنا هاي الفقرة. أنا بشكركم لحضوركم, بشكركم لإجمالك لهاي الوصفات الشهية يمكن من خلالها فتحنا نفس المشاهدين. دكتور كمان أنا بشكرك جزيل الشكر على مرورك السريع والصحي كيف يمكن أنه نستبدل هاي الأكلات بطرق معينة خليها صحية أكثر. شكرا لحضوركم, بتمنى لكم نهار سعيد وان شاء الله عيد مبارك عليكم وعلى اسركم الكريمه. مشاهدينا الان خلونا نروح لفاصل قصير وبنرجع بنكفي ثاني فقره صباح الخوفيه, لكن في هذا الفاصل خلونا نشوف خطوره الالعاب الناريه والمفرقعات اللي بيستخدمها الاطفال الصغار في الاعياد خاصه عيد الفطر وعيد الاضحى المبارك. نشوف وبنرجع من جديد.